هذا وقد دعا بوب بلكمان عضو مجلس العموم البريطاني إلى تصنيف قوات الحرس الثوري كمنظمة إرهابية. وأدان بلكمان مخطط النظام الإيراني الإرهابي ضد المؤتمر السنوي للمقاومة الإيرانية في باريس، مؤكدا تضامنه مع المقاومة. شدد النائب البريطاني على ضرورة اتخاذ إجراءات ضد النظام الإيراني إلى جانب تصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية. يأتي ذلك عقب إفشال المخطط الإيراني الذي تورط فيه دبلوماسيون إيرانيون كانوا قد تلقوا أوامر بتفجير مقر انعقاد مؤتمر المعارضة في باريس، وقد أدى ذلك إلى موجة من الإدانات من شخصية بارزة ودول ضد النظام الإيراني.